الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: قدمت للعمرة من بلدها وأوصاها أبناؤها بأن تصلي لهم حول الكعبة تقربا إلى الله، فما حكم ذلك؟ الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، وإنما تدعو لأقربائها، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، دعاء مشروع للغير، أما الصلاة فهي للمصلي فقط.